اليوم معلومه جديده غاديرها في بالك، ولا اليوم التوضيح كيف ما بغيتي سميها سميها. بالنسبه للتوضيح قرب عليك، بالنسبه للاخوان التوضيح ديالنا اليوم بعض المرات كتجي في محل خصوصا فجوج الشركات الريلمي والشاومي، كتمشي شي محل كتلقى ثمن بعض المرات عند واحد طايح 100 درهم 120 درهم واحد طالع. علاش هادشي؟ انا الاخوان كيكون واحد الفرق في لاكارونط ديال التليفون، كيفاش يكون شي هاد الهضره هادي غيقولها لك، ماشي اي مول المحل غيقولها لك. بالنسبه للشاومي الاخوان هما كتعرفوا التليفونات ديالها فيها ديال برا وفيها ديال الشركه، ديال برا وديال الشركه. اشنو الفرق بيناتهم؟ ديال برا الاخوان داخل كونتربون ما فيهش كارونطي، واللي فيه كارونطي من عند شركه سيكوتيل راه هو هذا. وريهم اخويا يوسف، راه هما هادو اللي كيكون مطبوع فيهم الكارونطي. حنا الاخوان راه خدامين بالشركه ديال سيكوتيل، عام ديال لا كارونطي، الساعه ديال برا ما كندوروش بها. المهم الساعه ديال برا الاخوان ما كتكونش فيها العلامه ديال الكارونطي، هي هنا فين كيكون الفرق ديال الثمن. كيجيو عندي بعض المرات الكليان، لا انت زيد الثمن، لا انت زيد الثمن، لا بالعكس داك الانسان اللي قال لك الثمن قل ما كيشرحش لك انه ما فيهش الكارونطي. بعض المرات كيعطيك الكارونطي ديالو هو، شحال كاع سيدي يقدر يصبر لهاد الكارونطي هذا، شحال كاع يصبر، عام ما يقدرش يصبر ليه. ملي كيكون عندك عام ديال الكارونطي عند الشركه، كيطرى هذاك العام الشركه اللي كتحمل المسؤوليه ديال الكارونطي. الشركه كتكون زايده 100 درهم او 120 درهم وكتحمل المسؤوليه ديال الكارونطي. اما بيع لك شي واحد بيع وشري بيع لك تليفون بلا كارونطي، راه ما فيهش الكارونطي. راه من الاخر تكون انت كاع ما عارفش شنو هو كاع الكارونطي، كيبيع لك تليفون ما فيه لا شركه لا والو، كيبيع لك بحال هكا والثمن طايح والثمن بحال حاله، ولكن راه ماشي كارونطي. اخوان حاولوا تفاداو التليفونات ديال شاومي اللي ما فيهمش الكارونطي، يقدر يطرى لك شي مشكل. راه مول المحل ما غيعطلش على كذا ما كانش ديال الكارونطي، خد شركه عام ديال لا كارونطي وكتكون هاني. وكذلك في الريلمي اخوان، في الريلمي مؤخرا كنا عرفنا الريلمي شركه الريلمي كتكون الشركه التليفونات ديالها شركه، مؤخرا دخلت شي سلعه ديال كونتربوند وما كتعرفهاش هذه. المهم شاومي دابا تقدر تعرفها بهذا التيكيتا هذه، اما الريلمي ما تعرفهاش. مؤخرا جا عندي واحد الكليان غير البارح بحال سي 21 اكريك، لقى واحد الثمن قيل، قال لي شحال الثمن؟ ديال 1350. لا قال لي راه لقيتها بقلب ثمن ما عرفتش شحال تقريبا، شي 80 درهم ديال الفرق، 80 درهم ديال الفرق. قال لي انت زيد، قلت لي خويا راه هذاك ديال برا وما كاينش اللي غيشرح لك هذه القضيه ديال برا. هنا ما كاينش شي حاجه كتبين انها كارونطي، كاين شي حاجه كدير الفرق بيناتها. انا كتقول لي انت تقول لي سيدي كيفاش نعرف انا هذا ماشي كارونطي؟ حنا اللي بيعين لك، حنا الاخوان راه خدامين بالوجه ديالنا، وماشي غنجيو حنا راه السمعه ديال المحل، ما يمكنش نتحلاو بالسمعه ديال المحل. حنا اصلا كنخدمو مع الشركه ديال ريلمي، الشركه نيشان كتعطينا هاد الساعه، كتجينا الشيء من عند الشركه كتجيب لنا السلعه هنا للمحل. اما كونتربوند الاخوان ما كندوروش به، ما كنخدموش به، باش كيطرى لينا مشاكل بزاف. انت بيع تليفون ربح فيه 100 درهم، نديرو ماكسيموم 100 درهم ديال التليفون، انت ربح فيه ديال كونتربوند. طرى لك اخر مره حنا شحال هادي في 2018، اخر مره واحد التليفون ماشي ديال اش كاع ديال سامسونج، بعنا في 2018 ديال برا، بعنا وشرينا ها هو الغد ليه جاب لي فيه نقطه في لافيشور، لافيشور كدير 400 درهم، يلاه كي غدير ليها؟ يلاه مول المحل كيضيع، وانت ملي كتكذب على الكليان الكليان كيمشي ليك، هادشي ما كايناش كاع كامل. المهم خلاصة القول واحد الطريقة أخرى على عمق الإنسان، كاين شي واحد قلال الضمير بحال هكا قلال الضمير، كيشدوا هذه التيكيتة ديال شاومي كيشدوها كيضربوها في التليفون ديال كونتربون. الطريقه باش تعرف واش التيكيت هادي واش محيده ولا ما محيداش غنوريك. ها هي التيكيت هنا كتبان نقيه، التيكيت كتبان نقيه هنايا كيشدها ضروري غيدير لها بحال الطريقه هادي وغيبان البصمه ديال التليفون ديال هادي ضروري غتبان، واخا يكون ما عرفتش شنو من جهه كيبان البصمه ديال التليفون ديالو. ها هي وكيشدها كيضربها مثلا، هذا هو التليفون ديال كونتربون كيكون في مغلف وكيدير لها بحال هكا كتمشي انت زالك وكيقول لك لا زاد عليا ما زاد عليا ينقص لك حتى 50 درهم على السوق زاد عليا بزاف وبيع لك ديال برا، ما كيشرحش ما كيوضحش، قليل اللي كيوضح. حنا كان غير نيشان كيف العاده كيصغر هاد اللهم